والخبر ده ليه معنى واحد، أن الدولة قد سمحت للناس تطلع أجازة العيد. خبر ده معناه كده إنه في أجازة عيد، لأنه النهاردة السيد رئيس الوزراء قال إحنا لازم نقف جنب السياحة الداخلية، وعندنا محددات وإجراءات من شأنها إن إحنا نبتدي نفتح الفنادق. فالمحددات لما تقراها تفهم أن السيد رئيس الوزراء بيقول إيه؟ بيقول يا جماعة إنه ينفع إنه الناس تبتدي تعمل سياحة داخلية بقى. اللي عايز مثلا في العيد يروح شرم الشيخ، اللي عايز يروح الغردقة، اللي عايز يروح اسكندرية، اللي عايز يروح أي مكان. الدولة النهاردة طلعت محددات واضحة جدا للفنادق، وقالوا انه هيبتدي يشغلوها تدريجيا. الشغل التدريجي ده هيتعمل ازاي؟ اولا لازم الفندق الاول يلتزم بالاجراءات اللي الدولة حطاها. الدولة قالت له ايه؟ قالت له لو سمحت انا عايز تعقيم على البيبان، ده واحد. قالت له لو سمحت انا عايز ادوات للكشف على يعني الضيوف اللي جايين او السكان اللي هيجوا للاوتيل وهم داخلين وهم خارجين، لو خرج وجي يدخل تاني يكشف عليه تاني ويتعقم تاني. الحجز يجب ان يكون الكترونيا او باقلام يتم استخدامها المرة واحدة. تعقيم كل الغرف بشكل دائم، انه يكون في دور او مبنى للحجر او الحجز لو ظهر اي حالات فجأة. كل الاشياء دي لازم الفنادق تبتدي تعملها، ان يكون في المعقمات ويتم يعني استخدامها من الشركات التي توافق عليها وزارة الصحة، ان يكون هناك الادوات اللي هي الكمامات والجوانتيات اللي هيتم استخدامها. منعا باتا في هذه المرحلة وجود البوفيهات المفتوحة. مفيش، تعرفين طبعا هو الجمال في اي اوتيل كان ايه؟ ان انت تروح تحضر بقى فطار الصبح بوفيه مفتوح، الدور بالليل ممنوع بوفيهات مفتوحة. دي كلها في اجراءات. والدولة قالت يا جماعة احنا هنبتدي الاوتيل اللي يعني هيبقى عنده هيستوفي كل هذه الاشياء يبتدي يشتغل، وهنبتدي نشتغل ب25% فيها ايضا الديوس. بعد كده هو في اول يونيو اللي هو بقى تكون دخلت شوية في اجازة الصيف هنسمح ب50% من الفنادق. فطبعا هذا الامر معناه ايه؟ معناه ان الدولة قد وافقت او قد اقرت ان يكون هناك استخدام للفنادق، وده معناه انه الناس اللي بتفكر انها تطلع طبعا اي اجازة في العيد الصغير اللي جاي ده هيكون متاح، لانه هنبتدي دلوقتي. ولكن طبعا زي ما قلت لحضراتكم ان الفنادق تستطيع ان تقوم بهذا الامر. وطبعا اتحط برضو معايير للمطاعم، انه كل الترابيزة يجب ان تبعد 2 متر عن الترابيزة اللي جنبها، وانه الناس اما هتقعد على الترابيزة بين كل واحد وواحد 1 متر. السؤال المهم، هل الناس هتلتزم بهذا الامر فنادقا وضيوفا؟ الدولة تعلم ان قطاع السياحة هو قطاع هام ويعمل به عدد كبير من الناس، ولذلك احنا بنناشد السادة اصحاب الفنادق، اذا كنت تريد ان تأخذ عملا وان تساعد عمالك وان تساعد الناس اللي معاك، لو سمحت التزم بهذه القرارات. مفيش شيشة، مفيش أفراح، مفيش حفلات، مفيش شيشة، مفيش وبعدين قالك إنه أدوات الطعام يتم استخدامها مرة واحدة بقدر الإمكان. أنا ما فهمتش طبعا قدر الإمكان ده يعني إيه. فده معناه إنه في الغالب ممكن يجيلك معلقة وشوكة بلاستيك.